النهارده اللي هيسحب القرعه ليساندرو ديل بيرو النجم الايطالي الشهير الفائز بكاس العالم 2006، وقالوا في نجم اسطوره هيكون مفاجاه. والله انا نفسي في يوم من الايام بجد والله العظيم ثلاثه الاقيك موجود هناك، لان الله يخليك والله العظيم ما بهزر، انت رمز كبير جدا جدا. شفت ديل بيرو وحش قوي. مش هتكلم عن مخالي، يا ريتك انت تتكلم. مش هتكلم. دول مقدمات الحفل يا جماعه، السمرة سامانثا جونسون وديلتا ليوتا، دول اللي هيقدموا من دي في منصة دازن اللي خدت النقل الحصري للبطولة. مفيش حاجة ببلاش او مفيش حاجة كده بالصدفة يعني. صح. تصنيف اول المان سيتي وريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، فلامينجو، بالميراس، ريفر بليت، فلومينينسي البرازيلي. قول ايه؟ قول يلا. لا طبعا يعني في فرق ما بين التوقعات وما بين الامنيات. طبعا يعني طبعا فلومينسو الفريق ممكن نلعب معاه بعيد طبعا عن مواجهه تكون قويه جدا مع ابطال اوروبا زي السيتي او ريال مدريد او بايرن ميونخ. الحقيقه نتمنى دوت، لان في جزئين، جزء مهم جدا انك انا كلاعب عايز العب هذه المباريات الكبيره. نعم. لكن لما بيكون في بطوله ممكن جدا كده كده هتقابل فرق. نعم. على مستوى عالي جدا. فاعتقادي يعني زي احنا شايفين التصنيف الاول، نبعد شويه عن الريال والسيتي والبايرن. ممكن جدا خلي بالك باريس سان جيرمان تكون موجوده معانا السنه دي، مش في افضل حالاته قوي. نعم. ويعني ممكن جدا نتعامل معاه بشكل يكون افضل طبعا من مان سيتي او من ريال مدريد. وعندنا طبعا المجموعه الفرق البرازيليه الحقيقه كمان في تطور كبير جدا في الدوري البرازيلي، والفرق البرازيليه دلوقتي عندها مجموعه من اللاعبين الممتازين سواء البرازيليين او لاعيبه اخرى من جنسيات اخرى، وبالتالي يعني اتمنى فريق من الارجنتين قد يكون افضل يعني دافي الارجنتين ريفر بليت. طيب التصنيف الثاني كابتن خالد، زي ما قدامنا على الشاشه، تشيلسي، بروسيا دورتموند، انتر ميلان، بورتو، اتلتيكو مدريد، بنفيكا، يوفنتوس، سالزبورغ، دول كلهم اوروبا. لسه هتفكر سكت ليه؟ ده الموضوع هنا اسهل شويه. والله كنت عايزك تكمل. ما عنديش اجيب منين. لا طبعا الموضوع صعب جدا طبعا. فرق كلها مصنفه، فرق كلها مدارس مختلفه. التصنيف الثاني صعب جدا. مدارس كلها صعب جدا مختلفه. طب تقول اسوأ سيناريو، يعني مش اسوأ لكن السيناريو الاصعب والاسهل. حابب اقول ان انا لاعب فرقه من البرتغال. البرتغال يعني يا بورتو يا بنفيكا. يعني انا حابب قوي ان احنا قريبين مننا، قريبين شويه. دي قريبين مننا، كورتهم يعني انا شايف ان هي مدارس اللي جت عندنا في مصر اشتغلت معانا كتير قوي. سالزبورغ خلي بالك فرق كويس، فرق جامد. بس السنه دي يعني مش ماشي كويس، لكن مستوى بس لاعب فريق كويس. كمان كل الناس تقول لك سالزبورغ فرقه سهله. لا هي مش فرقه، ما فيش فرقه سهله موجوده في البطوله الحقيقه. لكن يعني لو هتبص لسالزبورغ او زي ما خالد قال بنفيكا او بورتو، الحاجة التانية من ضمن التوب تيمز يعني ممكن جدا تشتغل مع، أقول مع مين؟ لا هو مش ممكن، خلينا بس مع الإنتر هيبقى صعب شوية. صعب جدا. بروسيا طبعا، بروسيا دورتموند تشيلسي في أفضل حالاته. تشيلسي دلوقتي في أفضل حالاته. الإنتر في حالات جيدة جدا. أتلتيكو برضه فريق صعب. بس أنت قلت حاجة كويسة يا كابتن. يعني الماتشات زي ديت برضه معدن النادي الأهلي بيبان، وإحنا لعبنا فرق كبيرة جدا. بيكون المكسب بيكون صعب شويه، لكن نعم. ممكن تقدم مباراه بشكل جيد. انا حابب والله، انا حابب الفرقه يعني الكبيره يعني انا ما هو برضو تاريخ. طبعا بس احنا حابين ان احنا نمشي شويه ماشي نمشي بقى في البطوله ونكسب وبرضه عشان ما يزعلش. جبنا فلوس كتير جبنا فلوس، حابين طبعا فعلا ان احنا نمشي شويه نقدر نكسب. طبعا كل ده ارقام بالنسبه للنادي الاهلي مهمه جدا ان احنا نوصل لابعد حته. فانا شايف ان لو جات لنا فرقه من البرتغال هيبقى طيب. التصنيف الثلاثة محمد، الهلال السعودي، أولسان هونداي الكوري، الوداد ما ينفعش يبقى معانا، مونتيري المكسيكي، ليون المكسيكي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، وبوتافوجو البرازيلي. ده صحيح، دي الفرق اللي هتكون في التصنيف الثالث. بس ولا فريق من دول هيكون مع القرعة مع النادي الأهلي، لأن الفرق دي موجودة مع النادي الأهلي في نفس التصنيف. أنا متأسف. أنا آسف. التصنيف الرابع. التصنيف الرابع، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، الترجي، سان داونز، دول مش هيبقوا موجودين مع النادي الأهلي. باتشوكا، سياتل، أوكلاند سيتي، وإنتر ميامي. أنا أتمنى إنتر ميامي. برافو عليك. زيي. أقول لك ليه؟ ماتش الافتتاح. الافتتاح. حدث تاريخي. تلعب افتتاح كاس العالم باسم. خلص علينا يا محمد. لا بالعكس والله يعني بالعكس. احنا رايحين نصنع التاريخ. ودايما الاهلي
مش بيكتب التاريخ، ده التاريخ بيكتب من اجل الاهلي. نعم. فلما تلعب ضربه البدايه واللقاء الافتتاح في افتتاح كاس العالم زي مثلا ما السنغال لعبت افتتاح كاس العالم مع فرنسا وكسبت بيبقى تاريخ للفرق وللمنتخبات والانديه. لما الاهلي يعمل ضربه البدايه مع انتر ميامي هتبقى حاجه كويسه، وبتلعب قدام مين؟ ميسي سواريز وسواريز. نعم. فحدث مهم جدا. وبعدين ترتيب المباريات هيخدم الاهلي كتصنيف ثالث. ازاي الاهلي كتصنيف ثالث اول مباراه ليه مع التصنيف الرابع اللي هو الانتر ميامي، انتر ميامي مثلا ماشي. او مثلا او اي فرقه تانية وقع معاها مثلا باتشوكا او اوكلاند او سياتل الامريكا او الكلام ده كله. نعم. تاني مباراه مع التصنيف الاول. يعني الجوله الثانيه هتكون مع التصنيف الاول. نعم. ممكن بقى على حسب الفرقه اللي هتكون معاك اخر مباراه تختتمها بالتصنيف الثاني. نعم. فترتيب المباريات حلو وشكله ايجابي كويس جدا لو انت قدرت تجمع نقاط من اول لقاء. لو انت كسبت ان شاء الله او عملت نتيجه ايجابيه مع المصنف الرابع اللي هيكون معاك في المجموعه هيبقى شيء ايجابي جدا. الناس كتيره بتسال عن طريقه حجز التذاكر ودايما الاجابه عند محمد سعيد. حجز التذاكر هيكون من خلال الويب سايت بتاع الفيفا. يمكن الفيفا عامل منصه خاصه بتذاكر كاس العالم للانديه. وطبعا هو بيدي يعني اوبشن اكتر للحاجزين من خلال بطاقه فيزا الراعي بتاع الاتحاد الدولي، تقدر من خلاله بتحجز في توقيت مبكر جدا، وفي نفس الوقت بيدي مساحه انك تقدر تحجز تذاكر على فتره ومشوار البطوله. نعم. بس خلال الفتره الجايه الفيفا هيبدا يعرض التذاكر تباعا. مش دفعه واحده، بالتجزئه. ايوه. وهيعرضها بالتجزئه بحيث ان يبقى ليك مساحه انك مثلا لو هتحجز التذكره بيسهل لك اجراءات معينه، لو مثلا في مساله الطيران، في مساله التاشيره، فعلا في حاجات كتيره الفيفا بيحاول يحضرها في البطوله دي عشان عايز يعمل زخم جماهيري كبير جدا في هذه البطوله. فكره اذاعه المباراه على منصه وبالمجان شايفها ازاي؟ فكره عبقريه. عبقريه جدا. انفانتينو فظيع. هو من اذكى الناس اللي مسكت الاتحاد الدولي في السنوات الاخيره. قدر يجمع كل الناس حوالين الفيفا بعد رحيل بلاتر. والفتره اللي مسك فيها انفانتينو نقل الاتحاد الدولي نقله كبيره جدا. نقله كبيره على المستوى الفني وعلى المستوى القروي. نعم. ويمكن هو كان دايما الفيفا بيخش تحدي مع الاتحاد الاوروبي. وكان دايما الاتحاد الاوروبي هو اللي بينتصر. في فترة جياني انفانتينو تحديدا لا هو خلاص الفيفا هو اللي كسب الاتحاد الاوروبي والبطولة دي بيبقى ثابت. يعني ضربة قوية جدا للفيفا ضد اوروبا. هاني رمزي سؤال خبيث شوية، الاهلي هل محتاج لعيبة قبل كاس العالم؟ هو سؤال خبيث. يعني هو مش شوية كتير كتير سؤال خبيث كتير. مفيش شك طبعا، مفيش شك طبعا. مش هقول لك مراكز، لا لا النادي الاهلي شغالين، احنا شغالين، والنادي الاهلي خلي بالك دايما شغال في ملف التعاقدات وملف اللعيبة حط بلاننج حتى للسنين اللي جايه مش كاس العالم للانديه بس. فلا اكيد محتاجين واحنا شغالين عليه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر ان احنا يعني يروح كاس العالم للانديه بسكواد محترم ان شاء الله. طيب محمد سعيد قال اتحاد الكوره لو سمحتوا الفيفا مدي اوبشن انك تفتح في البطوله، هل هنستنى لحد ان هم يفتحوا ولا ممكن من دلوقتي على اساس انه ينسجموا مع الفريق؟ احنا يعني احنا طبعا اسون اس بوسبل يعني زي ما بيقولوا يعني في اسرع وقت المفروض ان شاء الله يبقى في حاجه، بنحاول بقدر الامكان. بس الناس لازم كمان تعرف ان فتره الانتقالات الشتويه بتبقى اصعب كتير جدا جدا من الصيفيه، لانك بتتكلم مع لعيب وانت عايز كواليتي. الشتويه اصعب. الشتويه اصعب لان المعروض بيبقى قليل جدا، اللعيبه بتلعب اوريدي في دورياتها، واللعيب المميز النادي بتاعه يعني صعب يسيبه. نعم. وبالتالي الاختيارات بتكون او حصل مع الراجل اللي كان بيلعب في كوريا قاعد يعذبنا شويه. كان مش فاكر اسمه ايه بتاع كوريا ده اللي كان لعيب برازيلي بيلعب في الدوري الكوري. مش فاكر. هي حسب. نعم. كمان الدورات اللي انت بتختار منها او اللعيبه اللي انت بتلعب فيها بتبدا امتى وانتقالات. نعم. فانت بتخش بتخش في تحديات الحقيقه بتبقى صعبه شويه مقارنه بالانتقالات الصيفيه، لكن احنا ان شاء الله مصممين ان شاء الله نجيب باذن الله، والنادي الاهلي يجيب حاجه محترمه باذن الله قريب. كابتن خالد، يعني كل القاره الافريقيه في الوداد وفي الترجي وفي سان داونز لهم كل الاحترام، لكن بيظل الاهلي ملك افريقيا، والاتحاد الدولي دلوقتي بيعرفوا انه ملك افريقيا. ده بيدي اعباء، بيحط اعباء وضغوط على النادي الاهلي؟ اكيد طبعا. اكيد اكيد طبعا يا كابتن. نعم. انت لما بتروح البطوله وانت العين عليك وزي ما انت بتتكلم مع كابتن هاني على انت بص ضغطته على طول، انت هتجيبوا لعيبه فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ فهو طبيعي جدا ان انت رايح مش عشان تمثيل مشرف. نعم. انت رايح عشان تحقق حاجه، انت بتحقق في كل البطولات اللي خدتها ارقام كويسه، فانت رايح عايز تكمل الكلام ده كله. عايز فطبعا عايز تدور على لعيبه مميزين، عايز تدور على لعيبه مختلفين. طبعا الكلام ده كله بيبقى صعب جدا. نعم. ان انت تسيبه في البطولات الكبيره جدا.
طيب انت قلت لي واحنا في الفصل انه الاختيار مش طبقا للبطولات ولكنه طبقا للتصنيف، كنت تقصد حاجه معينه. الفيفا خد قرار انا بعتبره قرار تاريخي في مرحله مهمه جدا، لان نتيجه ان الكلام اللي اتقال كتير هنا في مصر عن فكره البطولات والتصنيف والارقام، جه موقف رسمي من الاتحاد الدولي اللي هو هرم اللعبه في العالم بفكره ليه الاهلي تصنيف ثالث، ليه ريد بول سالسبورج تصنيف ثاني، ليه مثلا انتر ميامي هو المفروض المنظم للبطوله جه تصنيف رابع. كان دايما يتقال لك ان البطولات هي الاساس. لا خالص، اللي اتخذه الاتحاد الافريقي في التسعينات هو اللي بيتخذه الاتحاد الدولي دلوقتي في 2024. هو المعيار الرياضي. ايوه الفيفا اشتغل على حاجه اسمها معيار رياضي مش البطولات اطلاقا. هل مش عدد البطولات، مش عدد البطولات. هل ريد بول سالسبورج مثلا كم بطوله في اوروبا؟ مفيش. صحيح. الاهلي 13 ولا دوري ابطال افريقيا، يبقى بعد ريد بول سالسبورج لا، هو عمل معيار رياضي. ايه هو المعيار الرياضي؟ قيمه المسابقات في اوروبا على مستوى المنتخبات والانديه هي الاكبر والاعظم. فوضع القاره الاوروبيه في المقام الاول، جه بعدها القاره امريكا الجنوبيه طبقا للرانكينج حتى على مستوى المنتخبات. فامريكا الجنوبيه بتاتي في التصنيف الثاني، جت افريقيا واسيا في التصنيف الثالث، ولكن ده معيار كان الاساس مين يبدا قبل مين. فعلى هذا الاساس بدا باربع انديه الاعلى في اوروبا حطهم تصنيف اول، اربع انديه في امريكا الجنوبيه حطهم تصنيف اول، وجه على الثمان انديه بتوع اوروبا حطهم تصنيف ثاني عشان ما فيش فرق امريكا الجنوبيه تقابل بعض. عشان اوروبا وامريكا يكملوا في البطوله لغايه يبقى في مسار معين. طيب ليه الاهلي اتحط تصنيف ثالث والترجي وصن داونز اتحط تصنيف رابع؟ ده بقى هنا نروح لتصنيف الاتحاد الافريقي. ايوه هنا الاتحاد الدولي اعتمد على تصنيفات الاتحادات القاريه برضه مش بالبطولات، اعتبرها ايه؟ مين رقم واحد في افريقيا دلوقتي؟ النادي الاهلي. مين رقم اثنين؟ الوداد، طبقا لايه؟ تصنيف اخر خمس سنوات. جه على الترجي وصن داونز هم في التصنيف الثالث والرابع. فاتحطوا في التصنيف الرابع في قرعه كاس العالم. فعلى هذا الاساس الفيفا لما جه يعمل القرعه او يعمل التصنيفات ما بصش للبطولات خالص. بص بمعيار ثاني الاتحاد الافريقي فكر فيه في التسعينات، لقال مثلا دوري الابطال ولا الكونفدراليه وانا كنت واخد كاس دوري الابطال سبع مرات وانت مش عارف، ما بصلهاش كده خالص. بصلها بمعيار رياضي، انت بطولاتك القاريه في افريقيا زي اوروبا زي اسيا سواء على مستوى المنتخبات او الانديه لا، فعمل معيار رياضي ان اوروبا رقم واحد، امريكا الجنوبيه رقم اثنين، افريقيا واسيا رقم ثلاثه. ولما جه حط التوزيع بتاعت افريقيا واسيا راح لتصنيف الاتحادات القاريه. عشان كده بالظبط كده، دي كانت مهمه جدا لان خلاص بقى يعني القصه دي قتلت بحثا بعد اللي اتعمل النهارده من الاتحاد الدولي. هل شايف انه الفيفا وجياني انفانتينو بالتحديد يا كابتن هاني قدروا زي ما قال محمد سعيد انه يعمل زخم لهذه البطوله؟ كنا سمعنا عدد من الانديه الاوروبيه هتنسحب والارهاق ومش عارف ايه، بعض الانديه اتكلمت لكن كلهم ممثلين، ال 32 فريق ممثل. شايف انه هناك سياسه ناجحه في الاتحاد الدولي انها فعلا تخلي البطوله دي وكانها كاس عالم وتعلي من شانها؟ نجاح 100%، لان زي ما اتكلمنا الحرب البارده دائما وابدا ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي كانت قائمه من زمان. الاتحاد الدولي الحقيقه في وزي ما محمد كان بيتكلم كان دائما وابدا الاتحاد الاوروبي بيقولوا اقوى من الاتحاد الدولي. لا هذا العصر انتهى تماما. انتهى تماما. دلوقتي كل وعشان كده البطولات الكبيره كمان هو لعب على موضوع كمان الماركتنج والتسويق للبطوله وعدد الفرق اللي بتلعب والبث والفلوس والرعاه، كل دوت طبعا هو شاطر فيه جدا 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 جدا. دخل مبالغ رهيبه للاتحاد الدولي خلال يمكن الخمس او عشر سنين اللي فاتوا، نقدر نقول ان هو عمل طفره كبيره في المستوى المالي للفيفا. فيفا تعتبر هي دوله دلوقتي مستقله، هي دوله كبيره جدا بميزانيه قد تفوق بعض الدول بشكل كبير. صحيح. وبالتالي عنده من القوه وعنده كمان من التنظيم وعنده من تطوير اللعبه بشكل كبير وتطوير المسابقات بشكل كبير. النهارده مستوى مختلف عن بدايه كاس العالم للانديه في بداياته. فهذا الانتقال من المرحله سواء على المستوى الفني، على مستوى الفرق المشاركه، على مستوى زي ما محمد قال على مستوى انت بتنظم البطوله بكام والرعاه عندك هيدفعوا كام، كل دوت طفره كبيره جدا جدا الحقيقه تحسب للاتحاد الدولي بشكل كبير جدا وانفنتينو اللي قام كمان بنشاط كبير وعنده كمان قام بنقطه مهمه جدا كمان، هو بدا يقتحم القاره الافريقيه.